بسم الله الرحمن الرحيم. استنادا إلى توجيهات السيد معالي وزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب عبد الله، ومتابعة السيد مدير عام السدود والخزانات أستاذ علي راضي ثامر، تقوم إدارة مشروع سد دبس بتنظيم الإطلاقات الواردة إلينا من سد دوكان، ويتم التصريف عن طريق قناة ريكركوك وبوابات المسيل المائي الزاب الأسفل. والإطلاقات عن طريق قناة ريكركوك يتم الاستفادة منها لأغراض الزراعة والسقي ومياه الشرب ومنشآت النفطية. أما بخصوص الإطلاقات على الزاب الأسفل، الغرض منها لدعم عمود نهر دجلة، وتقوم إدارة مشروع سد دبس بأعمال الصيانة لجميع المنشآت السد، وجميع منشآت السد تعمل بصورة جيدة، وأيضا تقوم بأعمال إزالة التخاصر الموجود على نهر الزاب الأسفل. شاخوان سعيد حسين، مدير مشروع سد دبس.